طيب احمد معلش ممكن اروح لو والدتك جنبك مدام اميره تديها لي على التليفون، لان انا عايزه برضه ابارك لها. يا ريت انا ما عنديش اي مانع. يا ماما يا ماما حاولوا تعلوا لي يا جماعه الصوت في الاستوديو او سمعوني من السماعه بعد اذنكم. مدام أميرة حضرتك سامعاني؟ صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي والف مبروك لاحمد، وحاجه مشرفه جدا واحنا كلنا حقيقي سعداء بيه. انا عايزه اعرف شعور حضرتك امبارح وانت شايفاه بيتكلم مع سياده الرئيس والناس كلها متابعه، وبيتكلم عن رغبته في انضمام للسباحه في النادي الاهلي وكمان تلبيه ده على طول، يعني احساسك ايه برضو عايزه اعرف من حضرتك؟ لا والله كنت فرحانه جدا، وكان كمان على فكره كانت مش متوقعه، يعني هو كانت امنيه عنده من زمان جدا ان هو ينتمي للنادي الاهلي، لانه هو بيحب النادي الاهلي جدا واهلاوي، يعني دايما يقول انا اهلاوي ابا عن جد. بس الحمد لله بقيت حقق مطلبه يعني وكده، فهو في منتهى السعاده. يعني انا مش قادره اقول لك ان امبارح ما نامش طول الليل من كتر ما هو فرحان. احنا فخورين بيه جدا، وعايزه اقول لك انت ليكي دور كبير، الاهالي والام بالذات بيبقى ليها دور كبير جدا، فربنا يكرمه علشانك كمان وعلى المجهود اللي انت بتعمليه، وان شاء الله يبقى لينا مداخله ثانيه بعد بقى ما تقابلوا كابتن محمود الخطيب في النادي. انا عارفه خلاص انتوا شويه وهيبقى في هذا اللقاء، فهنتابع معاكي برده ونشوف ايه اللي حصل. ماشي، ربنا يخليك، متشكرين لحضرتكم. ميرسي جدا جدا والف مبروك مره ثانيه. حاجة جميلة والله جدا، وربنا يزود من خلينا نقول الناس الملهمة دي، يعني فعلا دي ناس ملهمة واحنا محتاجينهم فعلا في مجتمعاتنا.